مولود القوس رح تتبدل مواقع الكواكب بهالاسبوع، وبتشعر انه عليك التحرك بسرعه حتى تعوض عن التاخير السابق، بحيث رح تدعمك تاثيرات الشمس من برج السرطان، المشتري والمريخ من برج الحمل الناري الصديق. هالامر بخليك تستعين بخبرات ماضيه، لكن ما ورح تتوقع كمان على نجاح كبير وانجاز بيرضي غرورك. كمان توقع انه نهار السبت مع وجود القمر بالدلو رح يحصل تغيرات اساسيه بمجال مهنتك، بتنعم بالارتياح والنجاح والثقه، وبالمعنويات مرتفعه جدا، وبتلاقي حالك وسط اشخاص متفاهمين. لكن حاول انك تركز تنظم امورك اكثر بين الاحد والثلاثه مع انتقال القمر لمواجهه برجك من الحوت يلي بيشكل مربع فلكي مع الشمس من الجوزاء، يلي بيسبب لك تراجع بالمقاومه الجسديه والمعنوية. حاول انك تتفادى التعب والارهاق بالدرجة الاولى، وتحمي استقرارك الصحي من التراجع. كمان عليك انك تتحرك بحذر وذكاء حتى ما تصطدم باشخاص نافذين بمسألة معينة. بتتحسن الظروف الاربعاء والخميس مع وصول القمر للحمل، يلي بيقدم لك امتيازات كبيرة وحلول وخيارات نجاح، حظوظ، طاقات، نوعية وقت دسمة، ثمينة، ممتازة، شمسك مشرقة، الطقس الفلكي رائع، داعم وجيد جدا وإيجابي. لكن رح ترجع تخف الحظوظ مع انتقال القمر للثور نهار الجمعة، وبتدخل بمرحلة اهتمامات مهنية، واحتمال انك تستلم ورشة شغل جديدة او تعديل بنظامك الغذائي والمهني. اسبوع نشيط، لكن ما تحرق المراحل بتسرعك واندفاعك. عاطفيا رح تتعرف على حالك اكثر وتكون على موعد مع الحب، هالامر بخليك تخوض او تغوص ببحر من العواطف الكبيره والصاخبه مع وجود كوكب الزهره ببرج الثور يلي بيخدم اهدافك العاطفيه، وبيسهل عليك اتخاذ القرارات ان لجهه المصالحه او لتلطيف الاجواء او ترميم بعض الروابط. اما العازب رح يستجيب لرغباتك كوكب الزهره بالتحديد والحب والغراميات، ورح تبدا بقصه رومانسيه جديده.